احنا حاليا في مجمع فلسطين الطبي، وتحديدا في موقع بناء مشروع توسيع وحدات العنايه المركزه للاطفال. بلشنا في هذا المشروع في نص شهر 6، وعنا عده اهداف حابين نوصلها عن طريق هذا المشروع. من اهم هاي الاهداف اول شيء طبعا توفير العنايه الطبيه المتخصصه للاطفال وتحديدا في جراحه القلب. بناء على ذلك راح نعمل على قدوم وفود طبيه اجنبيه من الخارج متخصصه في جراحه القلب عشان تعمل على تنفيذ عمليات جراحيه متخصصه ومعقده اللي للاسف غير متوفره عندنا محليا، وتحديدا في المستشفيات الفلسطينيه التابعه لوزاره الصحه الفلسطينيه. من ثاني الاهداف اللي حابين نوصلها هو تدريب وتطوير الطواقم الطبيه المحليه في هذا المجال من اجل عمل على توفير الرعايه الطبيه المتخصصه المتكامله للاطفال في جراحه القلب. ونهاية عن طريق هذا المشروع راح نقدر نوفر من ملايين الشواكل على وزارة الصحة الفلسطينية، كون الوزارة عم تصرف كل هاي المبالغ على التحويلات الطبية اللي هي انه بتودوا الأطفال تسافرهم للخارج من أجل الحصول على العلاج. فعن طريق هذا المشروع راح نقدر نوفر على وزارة الصحة ما يقارب العشرة ملايين شيكل سنويا. بالنهاية بنحب نحكي انه تم بناء هذا القسم تكريما للسيد عبد الله علي رضا، وهذا راح نقدمه كهديه له في عيد ميلاده تقديرا له على جهوده واعماله في توفير المساعده للاطفال الفلسطينيين الجرحى والمرضى.